نستعرض مع حضراتكم جولة مرورية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي. وهنبدأ جولتنا المرورية من محافظة القاهرة، ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع تانية هنلاقي إن في سيولة مرورية على طريق الكورنيش. هنلاقي كثافات مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. طيب لو رحنا كوبري أكتوبر هنلاقي إن هناك في كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية، هنلاقي إن في سيولة مرورية. في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ونفس الكلام للي متجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. وتعالوا مع بعض دلوقتي نروح سريعا لمحافظة القليوبية. لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي، يفضل طبعا انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيهوش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي بقى من الزراعي هيلاقي ان في بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، ولكن اصبحت اقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه التاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق، طبعاً لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة السيارات في الطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها في طريقه لمدان المؤسسة ومنطقة المظلات. كده خلصت نشرتنا المرورية. هنروح احنا دلوقتي لسه في النشرة المرورية، هنروح محافظة بورسعيد وهنلاقي ان في سيولة مرورية في اغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. لو رحنا دلوقتي طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية في كثافات مرورية مكملة لحد اخر الشارع.